بدنا نترحم على الشهداء ونطلب الشفاء للجرحى. هذا أول كلام اللي قدمه من شان تتحرر المنطقة وتتحرر مناطق حلب العديدة. الشغل الثاني أو الأمر الآخر، طبعا هذا النصر لأهالي حلب، للوطن جميع. يعني بتوجيهات القيادة تم تحرير هذه المنطقة، وكانت منطقة مهمة جدا من أجل تحييد حلب من قذائف الإرهابيين، ونحيد أو نعمل أمان في مدينة حلب لشعب حلب. لذلك على الحلبيين أن يفرحوا الآن بانتهاء هذه المحنة التي مروا فيها وصمدوا فيها جميعا. نحن بعد انتهاء قواتنا من تحرير هذه المنطقة شكلنا مجموعات حماية لكافة المعامل برفقة الأخوة الصناعيين، وقمنا بتسليمهم كل معمل بمعمله للمحافظة عليه ومنع أي عبث أن يحصل فيه. ونحن قمنا بتشكيل وتسيير دوريات ليلا ونهارا للمحافظة على الأمن والأمان في هذه المنطقة، ريثما تعود الحياة إليه منذ البداية. الفضل الأول والأخير يعود للجيش العربي السوري والقوات المسلحة التي أمنت هذه المنطقة وأمنت حماية حلب بشكل كامل من الإرهابيين ومن خطر الإرهابيين.